أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت هيئة النزاهة أنها حلت جميع الأوليات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة بابل. أضافت الهيئة أنها رصدت 287 مشروعا متلكئا في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من 527 مليار دينار، لافتة إلى أن أبرز تلك المشاريع هي تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماء بطاقات مختلفة وتبطين أنهر. أعلنت الغرفة التجارية العراقية الإيرانية المشتركة أن إيران ستجني 5 مليارات دولار عن طريق تصدير الكهرباء والغاز إلى العراق. وقال الأمين العام للغرفة حميد حسيني إن الغرفة التجارية المشتركة تسعى لعقد اجتماع بين وزارة الإسكان في العراق ومنظمة المدن الصناعية الإيرانية بهدف استئناف المشاريع المعلقة في العراق. وادعى حسيني أنه بدأ بالفعل أيضاً مجدداً تشغيل بعض المشاريع المتوقفة، وأن جميع المشاريع سيما الفنية والهندسية ستنطلق في أقرب وقت ممكن. يذكر أن موقف العراق من العقوبات الأمريكية على طهران بات نقطة خلاف أخرى في ملف العلاقة مع واشنطن، حيث تمنع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران الدول من التعامل التجاري والاستثماري معها. أظهرت بيانات البنك المركزي في العراق ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية لمزاد أمس إلى أكثر من 213 مليون دولار، وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفا إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة. أوضح المصرف أن من إجمالي البيع البالغ أكثر من 213 مليون دولار هناك 178 مليون دولار لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 1,440,000 ألف دولار. نشر البنك المركزي في العراق جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي، وبحسب الجدول المنشور فإن مسكوكة 22 جراما بلغت 1,347,000 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة من عيار 5 جرام بلغ 1,203,000 نعيد كله من البداية؟ تمام. نعم جاهز. نشر البنك المركزي في العراق جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي، وبحسب الجدول المنشور فإن مسكوكة 22 جراما بلغت 1,347,000 دينارا، في حين بلغ سعر السبيكة من عيار 5 جرام بلغ 283,000 دينار، وبلغ سعر سبيكة 10 جرام 558,000 دينار. وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 جرام بلغت 839,000 دينار، بينما بلغ سعر سبيكة 20 جراما بلغ 1,127,000 دينار، وبلغ سعر السبيكة من عيار 25 جراما بلغ 1,417,000 دينار. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.